واحد إبريل، موعد كذبة إبريل. نأخذ شريحة من الصابون ثم نضعها في الخبز بدلاً من شريحة الجبن، فتصبح شطيرة الصابون، وبالهناء والشفاء. حالاً سأخرج لأفتح الباب. أهلاً يا ياسين، تفضل. جاهز للمذاكرة؟ طبعاً. ماذا تشرب؟ اجلس، لا وقت للضيافة. إذن نأكل شطيرتين لتزيد طاقتنا. لست جوعان. كل يا صديقي، إنها شطيرة واحدة. حسناً، واحدة ليس أكثر. ها، أعجبتك؟ لذيذة. سآتيك بواحدة مثلها كلما جئتني. أوه، عمر، ماذا بك؟ بطني يتمزق. لماذا؟ يبدو أنني أخطأت وأكلت شطيرتك التي بها الصابون. صابون؟ هل وضعت صابوناً في شطيرتي؟ أوه، كذبة إبريل يا ياسين. الحمد لله أنني لم آكل الصابون. أسرع يا ياسين ونادي أمي من الحديقة. يا حبيبي يا بني، سأموت يا أمي، الصابون يمزق معدتي وأمعائي. اطمئن، ستنقلك الإسعاف حالاً إلى المستشفى. شفاك الله يا صديقي، رغم ما فعلته بي. حمداً لله على سلامتك يا عمر. ما زلت أتألم. سيذهب الألم بالتدريج، وعساه يكون درساً تتعلم منه. أي درس؟ صابون يا عمر، تأكل صابوناً؟ لم أكن أعرف أنها الشطيرة التي بها الصابون. ولم تكن تعرف أن الصابون ضار بالمعدة والأمعاء، وبه مادة كاوية خطيرة؟ مادة كاوية؟ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. سأذهب وأطلب الطبيب كي يفحصك مرة أخرى. عمر. أهلاً يا إمام، هل علمت بما حدث؟ وعلمت بما أردت أن تفعله بصديقك. كنت أمزح معه. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت بوسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام: لا يروع أحدكم أخاه ولو مازحا؟ وماذا أفعل في كذبة إبريل؟ لا تفعل شيئا، إنها عادة قبيحة أتتكم من الغرب، وأنتم للأسف تقلدونها دون وعي أو إدراك. معك حق، كانت غلطة كبيرة. عمر، الطبيب سيأتي فور. ما هذا؟ أين ذهبت يا عمر؟ هل هو مقلب جديد؟ سبحان الله، أهذا هو المسجد النبوي الشريف؟ نعم، بعد كل التطورات والتوسعات. لم أتصور أن يصل إلى هذه العظمة في الحجم والمعمار. كلما زاد الناس زادت الحاجة إلى التوسعة. المدينة كلها أصبحت أكبر وأحدث، لم تكن كذلك عندما زرتها أول مرة. وأول مرة متى كانت؟ سنة 213، وكان عمري 18 عاماً عندما أنهيت زيارتي في مكة بعد عامين كاملين. تعلمت فيهما فقه الحديث على يد الإمام الأزرقي، ثم سافرت إلى المدينة وتعلمت الحديث من 3 علماء: الإمام إبراهيم بن حمزة، والإمام عبد العزيز الأوسي، والإمام إبراهيم بن المنذر. أتريد أن تؤلف كتاباً يضم الأحاديث النبوية الصحيحة؟
نعم سيدي إبراهيم ابن المنذر، الأحاديث الصحيحة هي التي رواها أشخاص نثق بعلمهم وأمانتهم. بالطبع. عليك إذن أن تؤلف مرجعاً يضم هؤلاء الرواه وتاريخهم وأهم ما اشتهروا به. تقصد أن أؤلف كتاباً عن أشهر رواة الحديث قبل أن أؤلف كتاباً أجمع فيه الأحاديث نفسها؟ نعم، سيساعدك هذا كثيراً في جمع الأحاديث الصحيحة يا محمد. حسناً يا شيخنا، سأبدأ ذلك على الفور. ها، وبماذا ستسمي هذا الكتاب؟ سأسميه التاريخ الكبير. هل سافر أخوك محمد من مكة إلى المدينة؟ نعم يا أمي، ولكنه لم يطلب منا أن نرسل إليه مالاً. يبدو أن ماله لم ينفد. لا، لقد استحى أن يطلب، لابد أنه في حاجة شديدة إلى المال الآن. وماذا سنفعل؟ نبحث عن شخص يكون مسافراً إلى المدينة المنورة ونعطيه المال ليسلمه إلى أخيك. خالد، زميله سابقاً في الكتاب. لا، لا أحب هذا الولد ولا أثق به. ولكنه الوحيد الذي سيسافر إلى المدينة المنورة قريباً بحكم تجارته. أنسيت ما فعله من قبل بأخيك محمد؟ يا أمي، كان طفلين صغيرين وقد كبر الآن، وإذا أردت أن يصل المال إلى محمد سريعاً فليس أمامنا سوى خالد. الأمر لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا إمامنا. لماذا تجلس هنا يا محمد؟ أؤلف كتابي بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا به. عليه الصلاة والسلام. ولماذا تؤلف الكتاب ليلا؟ لأنني مشغول طيلة النهار بدروس العلم. وأين مصباحك؟ لا حاجة لي بالمصباح، إني أختار الليالي المقمرة لأكتب الكتاب فيها على ضوء القمر. ها، قل لي إذن إلى ما وصلت في الكتاب. رتبت أسماء رواة الأحاديث حسب الحروف الهجائية. فإذا اشترك راويان في اسم واحد، أبدأ بالذي في اسم أبيه محمد أو أحمد تبركا باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. ثم كتبت نبذة عن كل راوٍ ونموذجاً لبعض الأحاديث التي رواها. رائع، وهل تذكر الوظائف التي عمل بها؟ نعم، خاصة إذا عمل بالقضاء أو الولاية. حسناً، وكم راوياً جمعت حتى الآن؟